ينضم إلينا من أم درمان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك عثمان، أطلعنا على آخر المستجدات في أم درمان الآن. صباح الخير باسنت. منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم كان هنالك قصف بالطيران المسير استهدف مواقع للدعم السريع بأحياء أم درمان القديمة، تحديدا المنطقة التي تقع بالغرب من جهة الشنبات الذي يربط بين مدينة أم درمان ومدينة الخرطوم بحر، وكذلك استهدف قصف الطيران المسير مواقع شمال مدينة الخرطوم بحري، وأيضا كذلك استهدف مناطق تقع بالغرب من أحياء بحري القديمة. ومنذ أيضا سعر الصباح منذ الساعة 6 صباحا أيضا بدأ قصف مدفعي عنيف من قاعد وادي سيدنا العسكرية صوب ارتكازات للدعم في مدينة أم درمان تحديدا بالقرب من المنطقة التي تقع قريب من سوق أم درمان، وكذلك الأحياء المجاورة إلى سوق أم درمان، أي أيضا بالقرب من منطقة السوق الشعبي أم درمان. وكذلك كان هنالك قصف استهدف مناطق أحياء جنوب الخرطوم أي جنوب منطقة الحزام، كان بالأمس هناك أيضا قصف عنيف استهدف هذه المنطقة بالطيران وبالمدافع الثقيلة. وأيضا دارت اشتباكات صباح اليوم بمحيط سلاح المدرعات الذي يقع بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم، على حسب مصدر عسكري أن الجيش استولى على سلاح ثنائي من قوات الدعم السريع. وكذلك قبل قليل حلق الطيران في سماء مدينة أم درمان متوجها صوب الاتجاه الشمالي الجنوبي الشرقي الذي تقع به منطقة وسط خرطوم حيث مناطق القيادة العامة والقصر الرئاسي. بالأمس أيضا شهدت مدينة نيالة حارة ولاية جنوب دارفور اشتباكات ما بين الجيش والدعم السريع من جهة، وكذلك كان هناك اشتباكات قبلية وقعت في المدينة خلفت عدد من القتلى وعدد من المصابين لم يتم حصرهم حتى الآن. هذا هو المشهد حتى الآن في صباح اليوم في مدينة أم درمان وأيضا في مناطق أخرى من العاصمة الخرطوم، شهد اشتباكات وقصف مدفعي وقصف بالطيران الجيش السوداني. هل عثمان لك أن تمدنا بمعلومات عن الدور المعني للجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات الدعم السريع؟ تم تشكيل هذه اللجنة من القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان، وأهدت القسم بالأمس أمام نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار. هذه اللجنة معنية بتلقي البلاغات حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع على المواطنين، سواء بسرقة ممتلكاتهم ونهب بيوتهم أو تشريدهم ايضا من بيوتهم، وكذلك هناك حالات اغتصابات كثيره جدا تحدث عنها المجتمع السوداني والمجتمع الدولي، وكذلك هنالك انتهاكات وقعت بالقتل على عدد من المواطنين من قوات الدعم السريع. هذه اللجنه برئاسه النائب العام لحكومه السودان، وهنالك ايضا بعد تصريحات بعد اداء القسم صرح النائب العام هذه اللجنه الان تتلقى بلاغاتها من المواطنين. عدد من النيابات بدأت تعمل في منطقة سلري، وكذلك الشرطة بدأت تعمل في تلقي بلاغات والانتهاكات التي وقعت، وأيضا في ولايات بدأت تلقي البلاغات في الانتهاكات والسرقات التي وقعت من قوات الدعم السريع خلال المعركة الدائرة منذ أبريل 15 أبريل. طبعا يفصلنا يوم من واحد من إكمال 4 شهور وما زالت الانتهاكات مستمرة، حيث بالأمس قامت قوات الدعم السريع بإخلاء منطقة الدوحة التي تقع في من في أحياء أم درمان القديمة أي في الاتجاه الجنوبي القرب، يقربهم بإخلاء المدينة حسب عدد من السكان الذين نزحوا إلى شمال أم درمان أنهم فارغوا منازلهم بسبب إخطار من قوات الدعم السريع لإخلاء المنطقة وإعلانها منطقة عمليات. هذا هو الوضع من ناحية نعم. أريد أن أسألك عن الوضع الميداني، يعني هل هناك ممرات آمنة أم لا؟ ليس هناك ممرات آمنة في العاصمة الخرطوم إلا المنطقة الموجودة في شمال مدينة أم درمان. حركة النزوح زادت بصورة كبيرة جدا، واختلف النزوح كان يتم من مدينة الخرطوم إلى مدينة أم درمان أو مدينة الخرطوم بحري إلى مدينة أم درمان، لكن الآن النزوح صار داخل المدينة زادها، هنالك النزوح من أحياء أم درمان القديمة إلى مناطق شمال أم درمان هي المناطق الأكثر أمنا واستقرارا. عدم توفر الممرات الآمنة، هنالك عدد كبير جدا من الدعم الإنساني خصوصا الطبي والغذائي وصل إلى مدينة بورت سودان شرقية السودان، ولكن هنالك صعوبة كبيرة جدا في إيصال المواد الغذائية والمعينات الطبية والإمداد الدوائي إلى المستشفيات والأحياء السكنية التي تقع في مناطق النزاعات، ليس هنالك أي ممرات آمنة. منطقة أم درمان القديمة كلها أصبحت منطقة عمليات عسكرية، وكذلك مدينة الخرطوم
اغلبها اصبح منطقه عسكريه، وكذلك مدينه الخرطوم بحري، وعدد من السكان ما زالوا موجودين ومحاصرين في هذه المناطق. هنالك صعوبه كبيره في ان يصلهم الامداد الغذائي، وكذلك ان يصل امداد مستشفيات عامله، لذلك اصبح هنالك شح كبير جدا في الادويه، خاصه الادويه المنقذه للحياه. الادويه موجوده بكثره، قبل يومين وصلت 65 شاحنه عبر ميناء السودان البحري من المملكه العربيه السعوديه، ايضا من قبلها وصلت من الجامعه العربيه عن طريق جمهوريه مصر العربيه، وصلت امدادات طبيه كبيره جدا، ولكن هنالك صعوب بالغه في ايصالها الى المستشفيات والمراكز العلاجيه التي تقع في مناطق النزاع، مما شكل خطوره كبيره. عدد من الوفيات حدثت ليس بسبب الحرب، اي ليس بسبب الرصاص، لكن بسبب الامراض المزمنه مثل امراض الكلى والسكري والضغط والسرطان. عدد من المرضى توفوا نسبة لعدم توفر العلاج، أي هنا أي عدم وجود الممرات الآمنة لإيصال الدواء إليهم. الوضع الإنساني أيضا بالغ في الخطورة، مما أسهم في أن تصدر وزارة التربية والتعليم قرارا بإلغاء الامتحانات للمراحل الثلاثة، المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية. تم نقل الطلاب إلى المرحلة الأخرى، إذا كان الطالب في الصف الثاني تم نقله إلى الصف الثالث، وبذلك يعتبر امتحانات الشهادة السودانية حتى الآن في كف عفريت، وهي الامتحانات الكبيرة والأساسية، كان من المفروض أن تعقد في شهر يونيو الماضي، ولكن الآن نحن داخلون على منتصف شهر أغسطس والامتحانات قريبة تماما، وربما يتم تجميد العام الدراسي بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوي الذين ينتقلون إلى الجامعة من هذه المرحلة. أيضا الأوضاع الإنسانية أصبحت بالغة التعقيد، نسبة لعدم صرف المرتبات أربع شهور ويزيد عدد، يعني من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس بعد يومين فقط، لم يصرف العاملين بالدولة، وعدد كبير أيضا من القطاع الخاص لم يصرف مرتباتهم حتى الآن، مما أسهم في أن يتناول بعض الأسر في واحدة فقط بالنسبة لعدم وجود الأموال في أيديهم، ما سبب كساد أيضا في الأسواق والمحلات التجارية. وضحت الفكرة عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا على هذه المعلومات الوفيرة.